احنا جينا هنايا امام الولايه ديال الدار البيضاء الكبرى باش نصيفطوا للوالي واحد الشكايه دفعناها ليه. دفعنا الوالي الشكايه باش يدير معنا حل، يدير معنا شي حوار مع لاسميت، لاننا احنا من 2022 وحنا كنتسناو، و2023 دوزنا المراحل كاملين ودوزنا اكاديميه فرصه، وصلنا للتمويل، صيفطونا للبنكه، فتحنا كونطات في البنكه. قال لك مول البنكه، قال لي نهار الجمعه، قال لي نهار الاثنين اجي تاخذي الكونطرا ديالك باش تاخذي فلوسك. تسلفنا، خلصنا داكشي اللي كان كيتسالنا في الابنا. قال لك اللي عنده شي حاجه كتسالو يخلصها باش تدوز ليه المنحه ديالو. خلصنا، كاين اللي كرا، كاين اللي انا كان عندي لاميتيال عند راجلي، قالوا لي ضروري ديري بطاقه ديال المقاول الذاتي. درت المقاول الذاتي، صدقت معنا بالمقاول الذاتي معنا بلاميتيال. كاين الناس اللي كراو، صلحنا المحالات ديالنا. قال لك صيفطوا لنا الفيديو ديال المحل مصلوح ولا المحل مكري ولا الوراق ديال المحل. صيفطنا كل شيء، نجحنا في كل شيء. ملي وصلنا لسميتو قال لك حنا وصلنا سالينا. قال لك سالينا، علاش ساليتو؟ ما عرفناش حنا على هاد سالينا، ما فهمناش. قال لك هما دوزوا 10000 واحد، ولكن حنا راه باقيين شي 3000 واحد بالنسبه للمغرب كامل، بالنسبه للجبال، القرى، المدن. درنا وقفات في لاسميت، درنا دفعنا للسيد وسيط المملكه الله يجازيه بخير. دابا حنا جينا عند السيد الوالي يدير معنا شي حل، الا كانوا غيدوزونا شي برنامج اخر يديروا لنا بحل، لان ما يمكن ليناش حنايا باش غادي نمشيو الفورنيسور، حيت كاينين الناس اللي خسروا فلوس، خسرنا الفلوس باش وجدنا. يعني الفورنيسور ما يمكن ليناش، وكاين اللي شرى الماتيريال، كاين اللي باقي باغي يشري، ولكن حنا غنشريو ماتيريالات قدام، حيت الماتيريال الجديد غالي 10 المليون. ما غاتشريش لنا الماتيريال الا تدفع الفورنيسور، كيخصنا الفورنيسور ماتيريال جديد. وحاجه اخرى الله يجازيكم بخير، بالنسبه لهذوك 2% حنا ما عندنا فرصه لا 2% لا حتى حاجه. عندنا داكشي ندفعوا، ناخذوا 10 المليون ونرجعوا غير 9 المليون. الله ينصر سيدنا، هو اللي خرج هذا البرنامج هذا، يكملوا معنا فيه، واللي يعطيونا بحال شكل باش للناس كاملين اللي دوزوا معنا 390 سؤال، اللي دوزنا غير الاسئله وعاده باش صايب هذه، يعني تمحلنا بزاف. الله يجازيكم بخير، ديروا معنا حل، الله يجازيكم بخير. احنا عيينا من الوقفات، وعيينا من هذا الشيء ديال نمشيو هنا ونمشيو هنا. الله يجازيكم بخير، تلقونا خلاص راه بغينا نخدموا. الله يجازيكم بخير، جينا باش نطالبوا بحقنا اللي هو التمويل. دوزنا برنامج فرصه، تقيدنا معاهم باش نديروا مشاريع ديالنا، وما خديناش التمويل. اذا حنا جينا درنا وقفه احتجاجيه في جهه الولايه ديال الدار البيضاء باش نديروا واحد الجلسه وحوار مع الوالي المحترم باش يوصلنا الحلول اللي هي ايجابيه بالنسبه لنا كاملين والضحايا في الجهات ديال المملكه كاملين. وشكرا. دفعت لي في واحد السيت وطلبوا مني شي اوراق وهذاك الشيء، كل شيء درت المراحل، دوزت داك الشيء اللي طلبوا مني، ومشيت كريت محل وخسرت الفلوس، وتبعتهم حتى لاخر المرحله اللي فاش عيطوا عليا البنكه. قالوا لي سيدي الملفتك راه مقبول، تسنى ان شاء الله غادي نمولوك، عطينا واحد 10 المليون. 10 المليون هذه غادي نخدموا بها ونخدموا المشروع ديالنا واحد العامين، عاد نبدا نردوا لهم، يعني مده 10 سنين. وفرحنا بهذا البرنامج، وللاسف في الاخر ما بقاش عيطوا علينا. دابا شي تقريبا شي 8 شهور دابا هذه ما عيطوش علينا.